كثير من المسلمين لا يعلموا محل الطعام اصلا في الدين اصلا. انا اذكر اخ من الاخوة لما احنا شرحنا ان الدين قائم على الطعام يستكثرها كثير من المسلمين، وقد علموا ان نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام هو اللي قال في صحيح البخاري حديث عبد الله بن عمرو قال اي الاسلام افضل او خير؟ قال اطعام الطعام. تفضل هلا تعال لاي واحد من الشيوخ الوعاظ والفلاسفة الكبار كله الاسلام بيصير يقول لك ما وكر في الجنان وصدقه اللسان وعملت به الاركان وبيطير بيصير ورا الشمس ويشرح. ليش الكلام الفاضي هذا؟ لا اتكلم بما تكلم فيه الله والنبي. اصلا ما الاسلام يا شيخ لو لم يتكلم النبي؟ هو دين الفلاسفة ولا دين المفكرين؟ هو دين هذا الرجل محمد عليه الصلاة والسلام، فتتبع كلمة كلمة. ويعرف الاسلام كما عرفه هو. انا عجبت رجل بروفيسور بدرس حديث، حديث صحيح، حديث ابي امامة يعرف فيه النبي الايمان. شوف لوين هذا البروفيسور لا يعرف الحديث ويعرف تعريفات كل من شط في الدين لتعريف الايمان، اما كلام النبي في تعريف الايمان لا يعرف. يعني لاحظ ما الايمان الان، ما الايمان اسمه خذ. يعني انا ازعم انه من 100 عالم لو سألته ما الايمان كثيرا منهم لا اريد يعني ان ابالغ سيقول ما يحفظ من غير كلام النبي، لاحظ، وقليل منهم ما سيقول قول النبي عليه الصلاة والسلام. هلا جاء رجل للنبي قال ما الايمان؟ طب فالاصل جواب النبي ما احد يتكلم، قال ما الايمان؟ طلع ما اجملها، تالله لا يملك احد ان يجيب هذا الجواب، والله يا شيخ والله واضح من يسره ومتانته انه وحي. قال ما الايمان؟ قال اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن. شوف الجواب، هذا جواب نبي. ليه؟ لانه اللي عند الناس فلسفة على اللسان، اما النبي جمع الايمان مع عمل، وكان الحديث هذا يكفي لابطال فلسفة كل من احب العلماء ان يبطلوا فلسفتهم لما قالوا انه الايمان قول بغير عمل، فتنازعوا عليها وبدع بعضهم بعضا وفسق بعضهم بعضا. يعني ابو حنيفة مسكين رحمة الله عليه يزعمون انه هو اللي بيقول ان الايمان قول بغير عمل، فاجى العلماء الاخرون قالوا له هذه باطلة وهذه بدعة وصاروا يردوا عليه واستدل. اسمع كلام النبي ما هم بينه، قال تعرف انت مؤمن لا سرتك حسنتك، فهو اصلا السرور وساءتك هذا شيء اشعره، والحسنة والسيئة ما هي؟ اعمال. فانت تعرف ايمانك باعمالك. مش ايه؟ قال اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن، رضي من رضي وكره من كره. هل بقول لك هذا هو التعريف؟ هذا والله يا اخواننا هذا التعريف لو لم يعلموا انه من رسول الله ما كفاه بشيء. انت انظر كيف يعرفون ويتشدقون، هذا الحديث لا يكفيهم. بقول لك ما بقول لك النصراني تسر حسنة شو سويت هيك، انما يعني يبكتون لما يعلمون انه هذا قول امام الدنيا والاخرة عليه الصلاة والسلام. اتم من حسنة الحديث، فقال الرجل فما الاسم؟ اعرف لك في المكروه في الحرام في ال او في تنزيه كراهة على التنزيه، الحمد لله رب الاخوذ الفلسفة. طلع الامي عليه الصلاة والسلام، هذا الامي مديحه، ليتهم بقوا اميين هذول المشيخات. فقال ما الاسم؟ قال واضح انه النبي لا يريد ان يعلمك علما على لسانك، يريد علما تنجبل به. فقال ما الاسم؟ قال ما اذا حاك في صدرك شيء فدع، اذا حاك في صدرك شيء فدع. هيا الله اكبر.